بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خربشات، جبنا لكم فيديو جديد. صيد الخنازير والقيود بالبنادق النارية. طبعا الخنازير من الحيوانات شوف 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 شوف، الصياد بيستهدف خلف الأذن مباشرة. الرأس، إصابة مميتة. القيود، شوف، إصابة مميتة. صياد محترف. هنا مجموعة من الخنازير والصياد يتربص بهم، إصابة مميتة. كده الخنزير ملوش أي فرصة. شوف الخنزير الأضخم، الصياد بيستهزب رأس الخنزير، إصابة مميتة. شوف قطيع من الخنازير، الصياد بيستهدف الذكور، إصابة مميتة. طبعا هذا مشاهدينا ومشاهدينا في كل مكان، إن ما اشتركتش اشترك معانا، وأوعدكم بإذن الله على جانب أحلى وأحلى طبعا من أجل اللحم، والخنزير من أجل اللحم. شوف الرصاصة خلف الأذن، إصابة مميتة. شوف 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 شوف، هنشوف ايه اللي هيحصل. الصياد متحير، خلاص ركز الهدف، إصابة مميتة. صياد محترف. مجموعة من الخنازير، طبعا هنا الخنازير بتعدو على الحقول. شوف الصياد بيستهدف الذكور، خلف الأذن، إصابة مميتة. شوف الخنزير ضخم بيترزان، إصابة مميتة. الغزال لحم شهي، لكن الصياد بيستهدف الخنزير في الرأس. أصاب الخنزير، إصابة مميتة. أسقط اتنين برصاصة واحدة، إصابة قاتلة. الصوت بالليل، إصابة مميتة. إصابة قاتلة. في الرأس، إصابة مميتة. شوف بيستهدف العنق، إصابة مميتة. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.